أحيت مدينة خميس مليانة الذكرى المئوية لعيد الزهور ليسترجع مهرجان الورود بريقه بعدما أقدمت جمعية المشعل على تنظيم الطبعة الرابعة التي أطلقت عليها تسمية الصحفي الرحيل نصر الدين معوش. سمينا على المرحوم يعني المرحوم نصر الدين معوش الله يرحمه ربي يرحمه ويرحم جميع. هذه فرصة بنتكلموا على مدينة خميس مليانة فيما يخص يعني عندها قرن وعام من تندار هذه الوسمة. والله من القدم معروفة مدينة خميس مليانة بهذا الفضاءات، لكن قلت نوعا ما. شارك مركز التكوين المهني في معرض الورود في خميس مليانة المقام سنويا باختصاص البستانة. هنا العديد من النباتات، كاين نباتات داخلية، نباتات خارجية، الأشجار المثمرة، نباتات العطرية تستعمل في العلاج مثل نبات الويزة، الميرامية، المرتقوش. توافد بزاف المواطنين المواطنات، كانت هنا تفاعلية كبيرة والحمد لله. مهرجان الورود بخميس مليانة استقطب العديد من عشاق الطبيعة والزهور والنباتات من مختلف الولايات. العائلات الخميسية وأيضا من مناطق أخرى الآن يتوافدون على المعرض ويجدون متعة وإحساس إيجابي في نفوسهم. شرف كبير يكون كما هكا صوالح نشوفهم في خميس مليانة. أيا والله يبارك، شوف حاجة شابة. أجواء مليحة وتوافد كبير تاع الزوار، يعني خاصة النساء يجوا يحبوا يشبحوا بيوتهم بالورد. لتنثر هذه الزهور الجمال والبهجة في مهرجان عرفت به المدينة خلال عشرينيات القرن الماضي ليعود من جديد عبر بوابة جمعية المشعل.